غربي الولايات المتحدة وعلى ساحل المحيط الهادي تقع مدينة سان فرانسيسكو التي تشتهر بموقعها الجغرافي الممتاز ومناخها الجميل الذي استقطب العديد من القوميات المختلفة وفي طليعتها العرب. وسادتي إلى أغاني منوعة من برنامج صوت الجماهير صوت الجالية العربية في سان فرانسيسكو. أما الآن فأليكم بعضا من إعلاناتنا المحلية. المركز الثقافي العربي في مدينة سان فرانسيسكو يقدم للجالية العربية أمسية ثقافية فنية أدبية باسم سوق عقاظ. يتخلل سوق عقاظ مسابقة في الشعر والأدب والغناء، وذلك على قاعة أكاديمية العلوم Academy of Sciences في حديقة الجولدن جيت بارك، وذلك يوم السبت 2 آب. إن اللجنة المشرفة على الإذاعات العديدة لمدينة سان فرانسيسكو التي يقطنها حوالي 3/4 مليون نسمة، نصفهم من المهاجرين القادمين من شتى بقاع العالم، الذي يجوب شوارع المدينة تسترع انتباهه العناوين المكتوبة بلغات عديدة ومن بينها لغة الضاد، المحال التجارية، المطاعم، مدارس الأطفال العرب، وحتى المطابع العربية التي تقوم بتلبية احتياجات الجالية العربية في أعمالها وأفراحها وشجونها. عدد سكان الجالية العربية هنا يزيد عن 40,000، والجالية العربية شأنها في ذلك شأن الأقليات في العالم التي تحاول الحفاظ على تراثها وتقاليدها وعاداتها، أنشأت مركزا لها يرعى شؤونها ويكون بمثابة حلقة وصل بين العربي في بلاد المهجر وبين وطنه الأم. بالطبع للمركز أهداف عديدة، ولكن إذا تسمح لي أقرأ لك بعض أهداف المركز من هذه الكراسة التي طبعناها منذ حوالي 4 سنوات. وفي بدايتها نقول من أهداف المركز توطيد التعارف بين الأخوة العرب في منطقة سان فرانسيسكو والمناطق المحيطة بها، ومن أهداف المركز الأخرى تعريف الأمريكيين بمجتمعنا العربي الغني بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وهدف آخر محاولة نقل حياتنا الاجتماعية في الأرض الأم إلى أرضنا الجديدة في كاليفورنيا.
وحتى يمكن المهاجرين الجدد الإحساس بأنهم لم يتركوا وطنا وإنما فقط أرضا، وإنهم ما زالوا يعيشون بين أصدقائهم ويتكلمون لغتهم. فالقصد من تأسيس المركز هو له غايتين رئيسيتين. الأول العمل من خلال الجالية العربية في هذه المنطقة، رفع رأسها في مجتمعنا الكبير هنا الأمريكي. والهدف الآخر هو نقل هذه الأشياء الثقافية والإعلامية إلى المجتمع الأمريكي الواسع في هذه المنطقة. أهداف المركز هي تقديم برامج إعلامية للمجتمع الأمريكي عن العالم العربي بالإجمال وعن القضايا العربية الرئيسية بالتحديد وبالتركيز على القضية الفلسطينية التي هي غير مفهومة وغير واضحة للكثير من الأمريكان. وما هي الخدمات التي تقدمونها للجالية العربية؟ الخدمات التي نقدمها للجامعة العربية متنوعة، ومنها قسم من المعلومات التي تقدم للمجتمع الأمريكي، لأنه مثل ما نجد أن الجالية العربية تفقد وتحتاج حاجة ماسة للإعلام عن العالم العربي نفسه في نشاطات مختلفة، في مؤسسات ومنظمات طلبة عرب، في مؤسسات للجالية العربية. عندنا سلسلة مطبوعات عن العالم العربي وعن عدد من البلدان العربية تحتاجها الجالية وأعضاء وجمعيات الجالية. عندنا مجموعة من الأفلام عن العالم العربي التي أيضا نقدمها للجالية العربية. وهناك مؤتمرات واجتماعات ولقاءات مع أعضاء الجالية العربية، مع مؤسساتها، مع المركز الثقافي العربي. في خدمات مختلفة. يعني مصاريف النادي تغطي أولا من دفع الاشتراكات الأعضاء السنوية، ثانيا من إحياء الحفلات والأمسيات التي تحدثنا عنها، ما عدا الأمسيات التي تتعلق في بعض الأقطار العربية فالدخول لها دائما مجانا، لأننا نريد أن نجلب أكثر عدد ممكن من الشعب الأمريكي وأصدقائنا الأمريكيين ليتعرفوا على بلادنا. بعض الحفلات الفنية تجلب لنا مقدار لا بأس به من الدخل السنوي، ومن ثم بعض الأقطار العربية كانت مساعدة لنا بشكل كبير، وقد حضر عدة مندوبين وسفراء إلى بناية المركز هنا، وعرفناهم على نشاطاتنا وقد وعدونا بالتبرعات، وبعض الدول العربية تبرعت للمركز بشكل ممتاز. ولا يقتصر نشاط المركز الثقافي العربي على الكبار فحسب، وإنما يتعداه إلى الاهتمام بالصغار الذين يقضون سحابة يومهم في المدارس، يتعلمون كل موضوع دراسي بالإنجليزية. يواجه أولياء أمور هؤلاء الأطفال مشكلة نسيان اللغة الأم لدى أطفالهم، لذا يرافقونهم أثناء عطلة نهاية الأسبوع إلى مدرسة عربية، حيث يتعلمون أصول القراءة والكتابة بالعربية بالإضافة إلى الأناشيد القومية.